بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا، وتبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. أحمد الله تعالى وأشكره وأستعينه وأستغفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، إمام الأنبياء وخاتم المرسلين، وصفوة الله من خلقه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل بيته وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، معشر الصائمين عمار وقاصدي بيت الله الحرام في هذا الشهر الفضيل المبارك، شهر رمضان، هذا لقاء تعقده الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد ضمن سلسلة في موضوعات تتعلق بشهر رمضان والصيام وما يكتنفه من فضائل وخيرات وأحكام جعلها الله عز وجل في ثنايا شهرنا المبارك هذا، شهر رمضان. وهذا المجلس المنعقد بعنوان جزء من حديث نبوي فيدارسه القرآن. الحديث في هذه الدقائق المعدودات عن شهرنا المبارك هذا، وعن كتاب ربنا الكريم سبحانه وتعالى وارتباطه وخصوصيته بهذا الشهر العظيم. معشر الصائمين، فيدارسه القرآن جملة من حديث نبوي حكاه بعض الصحابة كابن عباس رضي الله عنهما فيما أخرج الشيخان، ومن حديث عائشة رضي الله عنها أيضا فيما أخرج أحمد والحاكم وغيرهما. يقول ابن عباس رضي الله عنهما كما في صحيح البخاري: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن، فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. وفي لفظ عند البخاري أيضا في الصحيح: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل عليه السلام، وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، فإذا لقيه جبريل عليه السلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة. ولفظ الإمام مسلم في صحيحه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون في رمضان، إن جبريل عليه السلام كان يلقاه كل سنة في رمضان حتى ينسلخ، فيعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. وأما حديث عائشة رضي الله عنها فقد أخرجه أحمد في مسنده والحاكم في المستدرك، ولفظها: وكان إذا أحدث العهد بجبريل يدارسه كان أجود بالخير من الريح المرسلة صلوات ربنا وسلامه عليه. أيها الصائمون، وصف الصحابة هنا في التقاء النبي صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام في رمضان لمدارسة القرآن تعطي معان عظيمة من شأننا أيها المسلمون كل عام في رمضان، ونحن يغشانا هذا الشهر الكريم المبارك أن نعيد النظر فيه مليا في علاقتنا بالقرآن واعتنائنا بالقرآن واشتغالنا بالقرآن في شهر القرآن. حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي سمعتم بألفاظه المتعددة في الصحيحين يشير إلى دوام واستمرار وشأن كان عليه الصلاة والسلام لا يزال ينشئ فيه مع القرآن علاقة بلقائه بجبريل عليه السلام كل سنة في رمضان. يقول: وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. ها هنا في الحديث ثلاث وقفات نحتاج أن نتأملها. الأولى:
هذا الارتباط بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين أمين الوحي جبريل عليه السلام في هذا الزمان المبارك من العام في شهر رمضان، ويكون الاجتماع على أمر عظيم هو كتاب الله الكريم. والأمر كما قال بعض الفضلاء هو لقاء العظيمين، عظيم أهل الأرض محمد صلى الله عليه وسلم مع عظيم أهل السماء جبريل عليه السلام على أمر عظيم هو كتاب الله العظيم. فالأمر الأول في الحديث الذي ينظر فيه للتوقف والاعتبار أن هذا اللقاء الذي جمع بين نبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام كان يتكرر في رمضان لقوله وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان. هذا أمر عظيم يا كرام، أن يكون ارتباط المسلم بالقرآن في رمضان شأناً مستمراً له على الدوام. ولئن زدت تأملاً فوجدت أن نبينا عليه الصلاة والسلام على رغم مشاغل الأمة العظيمة التي كان يحتملها وأعباء الوحي الذي كان يكلف به عليه الصلاة والسلام وشؤون الأمة والصحابة والدين والتشريع والتعليم، فضلاً عن أن يكون له بيوتات وليس بيتاً واحداً، وزوجات وليست زوجةً ولا اثنين ولا ثلاثاً ولا أربعاً صلى الله عليه وسلم، كم سيكون في وقته عليه الصلاة والسلام من المتسع الذي يمكن أن يجد فيه مساحةً لمزيد من العناية بالقرآن. هو درس عظيم لنا أيها الكرام في كل عام من رمضان، أن حقاً علينا أن نقبل على القرآن. ونبينا صلى الله عليه وسلم إذ كان يجد في كل ليلة من رمضان متسعاً من الوقت لمدارسة جبريل عليه السلام، فلنحن أولى والله أن نجد في أوقاتنا في أيام رمضان ولياليه متسعاً من الوقت للاشتغال بالقرآن، لقراءته وتدبره، لتعاهده وتدارسه، للاشتغال به والعيش معه والتنعم بما أودع الله تعالى فيه من الأسرار والحكم والمعاني العظام. الوقفة الأولى هنا تقول هذا نبينا عليه الصلاة والسلام وهو يحمل هم أمة ورسالة دين وبلاغ شريعة كفله الله عز وجل بها، إلا أنه كان يحرص على هذا الأمر العظيم، والألفاظ تفيد استمرار هذا في شأنه صلى الله عليه وسلم كل عام. في لفظ صحيح البخاري الآخر وكان جبريل عليه السلام يلقاه كل ليلة في رمضان حتى ينسلخ، يعني حتى يخرج شهر رمضان بأكمله. فهذه المداومة وهذا الاستمرار في كل يوم وليلة من رمضان أنشأت لنا سنة نبوية عظيمة، أن نشتغل بكتاب الله الكريم في أيام رمضان ولياليه. يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله دل الحديث على استحباب دراسة القرآن في رمضان والاجتماع على ذلك وعرض القرآن على من هو أحفظ له. قال وفيه دلالة على استحباب الإكثار من تلاوة القرآن في شهر رمضان وخاصة ليلاً. قال لأن الليل أبعد عن الشواغل والصوارف وأهدأ للنفس وحضور القلب. قال الله تعالى إن ناشئة الليل هي أشد وطئاً وأقوم قيلاً. هذه الوقفة الأولى في الحديث. وأما ثاني الوقفات الثلاث فهو شأن نبينا صلى الله عليه وسلم في العناية بالقرآن، وقد قال الله عز وجل له سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى. وكان إذا نزل عليه الوحي صلى الله عليه وسلم يسارع جبريل عليه السلام بالقراءة خشية أن يفوته شيء من الآيات التي ينزل بها الوحي، فأنزل الله عز وجل لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هل فهمت الآن أن الله عز وجل لما تكفل لنبيه صلى الله عليه وسلم بحفظ القرآن له وإقرائه إياه وتثبيته في فؤاده صلى الله عليه وسلم أنه لم يكن بحاجة كمثلي ومثلك وسائر أهل القرآن وحفاظه، أن حاجتنا إلى القرآن
ودوام قراءته ومراجعته وتثبيته حفاظا عليه خشية التفلت والنسيان. لكن نبينا صلى الله عليه وسلم كان بمأمن عن نسيان القرآن وتفلته وذهابه، لأن الله تكفل له بحفظه وتثبيته في صدره، فإذا كان حرصه رغم ذلك على مدارسة القرآن وعرضه على جبريل عليه السلام كل عام في رمضان. إذا فنحن أحوج معشر أهل الإسلام أمة القرآن أن يكون لنا عناية بالقرآن في رمضان على نحو آكد، فإننا محتاجون إليه لضبطه، محتاجون إلى تثبيته وحفظه، محتاجون إلى خشية تفلته ونسيانه. ونبينا صلى الله عليه وسلم الذي أمن الله له ذلك كله كان يعرض عليه جبريل القرآن ويدارسه القرآن كل ليلة من ليالي رمضان عليه الصلاة والسلام، بل كان حتى العام الذي مات فيه. وفي الصحيح أيضا من حديث عائشة رضي الله عنها عن فاطمة الزهراء رضي الله عنها قالت: أسر إلي النبي صلى الله عليه وسلم أن جبريل كان يعارضني بالقرآن كل سنة، وإنه عارضني العام مرتين ولا أراه إلا حضر أجلي. فكان عليه الصلاة والسلام على هذا الشأن العظيم حتى آخر رمضان في حياته صلى الله عليه وسلم. فالمقصود إذن من المعاهدة للقرآن وتدارس القرآن والحفظ للقرآن والبقاء عليه والارتباط به على نحو آكد في رمضان أن يكون لنا عناية فوق قصد الحفظ والمراجعة والاستظهار، إنه العيش مع القرآن. صاحب القرآن سواء كان حافظاً له عن ظهر قلب أو حافظاً لبعض أجزائه أو ليس له شيء من حفظه كثير، إلا أنه إن أقبل على القرآن في رمضان فحقه أن يفتح أبواب قلبه ونوافذ فؤاده في جلسته مع القرآن قبل أن يفتح غلاف المصحف ويقلب صفحاته، لأن الشأن أن نعيش مع القرآن بملء مشاعرنا وجوانحنا وقلوبنا وأفئدتنا. فإن هاهنا نعيماً عظيماً في جوف القرآن، نعيم دنيوي وأخروي يتقلب المؤمن في ثناياه يستمتع بما أودع الله تعالى فيه من المعاني العظام والأسرار والحكم والأحكام. الوقفة الثالثة يا كرام في حديث ابن عباس رضي الله عنهما فيدارسه القرآن، ما ربط به ابن عباس رضي الله عنهما شأن النبي صلى الله عليه وسلم مع جبريل عليه السلام في مدارسة القرآن وأثر ذلك على ما يشهدونه من جود وكرم وعطاء وسخاء رسولنا صلى الله عليه وسلم، أو ما سمعته يقول: كان أجود الناس وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل، وكان يلقاه في كل ليلة من رمضان فيدارسه القرآن. فلرسول الله صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة. إذا أدرك الصحابة رضي الله عنهم أن الجود المحمدي والكرم النبوي يتضاعف في رمضان ويزداد كرماً وعطاءً وفيضاً في رمضان، وسر ذلك ما أفصح به ابن عباس رضي الله عنهما لما قال: وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. فانظروا كيف ربط الصحابة رضي الله عنهم جود المصطفى صلى الله عليه وسلم المتضاعف في رمضان، ربطوه بالقرآن ولقاء جبريل عليه السلام. ها هنا شيء عجيب، سر تحدث به الصحابة رضي الله عنهم، يقول: أجود بالخير من الريح المرسلة. الريح المرسلة التي تهب لا تقف، تسوق الخيرات والأمطار وتسوق السحاب، ويرسل الله معها النعم والغيث للعباد. جود النبي صلى الله عليه وسلم في وصف ابن عباس كان محملاً بالخير أكثر من تلك الرياح التي تسوق المطر فينفع الله بها الخلق ويحيي به الأرض والبلاد والعباد. ما جود رسولنا صلى الله عليه وسلم؟ ما كرم عطائه؟ ما بذله؟ ما سخاؤه عليه الصلاة والسلام؟ كلنا يعلم
أن نبينا صلى الله عليه وسلم لم يكن غنياً ولا ثرياً ولا مترفاً، ما كان كثير المال ولا المتاع، ولا هو بصاحب كنوز وأرصدة وأموال ينفق منها على الفقراء، بل هو صلى الله عليه وسلم سيد الفقراء، عاش عيشتهم وعاش حياتهم ونشأ عليها صلوات الله وسلامه عليه. فعن أي كرم يتحدثون؟ يقيناً كانوا يرون من عطائه وبذله وجوده صلى الله عليه وسلم في رمضان ما جعلهم ينتبهون إلى أنه أضعاف ما كان عليه قبل رمضان. وما كان عليه قبل رمضان صلى الله عليه وسلم كان الجود والكرم الذي يضرب به المثل. ولهذا فعبارة ابن عباس رضي الله عنهما كانت على أحسن وجه ما يكون في الكلام. قال: أولاً كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، فابتدأ بهذه العبارة وأنه لا أحد يفوقه في الجود والكرم عليه الصلاة والسلام، ثم عاد فقال: وكان أجود ما يكون في رمضان. فتخيل معي جود الجواد وكرم الكريم صلى الله عليه وسلم الذي لا يسبقه فيه أحد، كيف سيكون في رمضان وهو يقول وكان أجود ما يكون في رمضان؟ ما سر ذلك؟ وما ارتباط هذا اللقاء الكريم بين نبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام؟ ما سر ذلك وما أثره وما علاقته بهذا الشأن العظيم في مدارسته لكتاب ربه فينشأ عنه هذا الكرم والجود والعطاء؟ ذكر العلماء في ذلك وجوهاً لبيان سر ارتباط هذا الكرم وتضاعف الجود والسخاء في رمضان مع قراءته عليه الصلاة والسلام للقرآن، سأعرضها لنقف عندها وقفات. يقول الحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد ساق قبلها كلاماً لبعض الأئمة، منها كلام ابن الجوزي رحمه الله حين قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل. قال: الجود كثرة الإعطاء، وإنما كثر جوده عليه الصلاة والسلام في رمضان لخمسة أشياء. اسمعوا يا أمة محمد صلى الله عليه وسلم كيف كان كرم محمد صلى الله عليه وسلم يتضاعف في رمضان، ولما وما علاقته بالقرآن ورمضان ولقاء جبريل عليه السلام. قال رحمه الله: وإنما كثر جوده عليه السلام في رمضان لخمسة أشياء. أحدها أنه شهر فاضل، وثواب الصدقة يتضاعف فيه، وكذلك العبادات. قال الزهري رحمه الله: تسبيحة في رمضان خير من 70 في غيره. والثاني أنه شهر الصوم، فإعطاء الناس إعانة لهم على الفطر والسحور، يعني هو عون للفقراء والمساكين، ومن لا يجد ما يستعين به على الصيام فطرا وسحورا. قال: والثالث أن إنعام الحق سبحانه وتعالى يكثر فيه، يعني في رمضان، فقد جاء في الحديث والكلام لابن الجوزي رحمه الله أنه يزاد فيه رزق المؤمن وأنه يعتق فيه كل يوم 1000 عتيق من النار. قال: فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم أن يوافق ربه عز وجل في الكرم. قال: والثالث والرابع أن كثرة الجود كالشكر لترداد جبريل إليه في كل ليلة، كان هو بمثابة شكر لربه، فكان شكره كرماً وبذلاً وعطاءً صلى الله عليه وسلم على ما حباه الله به من إنزال جبريل عليه السلام لملاقاته كل ليلة من ليالي رمضان. قال: والرابع والخامس أنه لما كان يدارسه القرآن في كل ليلة من رمضان زادت معاينته الآخرة، فأخرج ما في يديه من الدنيا. نعم، القرآن يرقق القلب ويزهد في الدنيا ويطمعها في عفو الله وجنته وفي الآخرة ونعيمها، فإذا عاش القلب ذروة هذا المعنى وتقلب في أكنافه وجد احتقاراً للدنيا واستقلالاً لشأنها، فأقبل عليها ينفقها في وجوه مرضات الله، وأقبل على الآخرة يأخذ منها من عظيم ما كتب الله له من الحظ والأجر والعطاء. يقول الحافظ ابن حجر: قيل الحكمة فيه، يعني في تضاعف هذا الكرم،
أن مدارسة القرآن تجدد له العهد بمزيد غنى النفس، والغنى سبب الجود، والجود في الشرع إعطاء ما ينبغي لمن ينبغي، وهو أعم من الصدقة. قال: وأيضاً فرمضان موسم الخيرات، لأن نعم الله على عباده فيه زائدة على غيره، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يؤثر متابعة سنة الله في عباده. قال: في بمجموع ما ذكر من الوقت والمنزول به والنازل والمذاكرة حصل المزيد في الجود والعلم عند الله تعالى. وقال الحافظ العيني رحمه الله: وأما ملاقاة جبريل عليه السلام فإن فيها زيادة ترقيه في المقامات صلى الله عليه وسلم، وزيادة اطلاعه على علوم الله سبحانه وتعالى، ولا سيما عند مدارسته القرآن معه مع نزوله إليه في كل ليلة، ولم ينزل إلى غيره من الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ما نزل إليه. فهذا كله من الفيض الإلهي الذي فتح لي في هذا المقام الذي لم يفتح لغيري من الشراح. انتهى كلامه رحمه الله. يا كرام، الوقفة الثالثة في الحديث تقول: إن لقاء نبينا صلى الله عليه وسلم بجبريل عليه السلام في كل ليلة من ليالي رمضان كان لمدارسة القرآن، وكان لمعارضة القرآن أيضا. المعارضة والمدارسة كلاهما أمران متقاربان. بوب البخاري رحمه الله فقال: باب كان جبريل يعرض القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ساق في الحديث ولفظه: لأن جبريل كان يلقاه في كل ليلة في شهر رمضان حتى ينسلخ، يعرض عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم القرآن. السؤال هو: أكان جبريل عليه السلام هو الذي يعرض القرآن على النبي صلى الله عليه وسلم، أم كان نبينا صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرض القرآن على جبريل؟ الجواب أن المعارضة تحصل من الطرفين، فكل منهما كان يعرض القرآن. تأمل معي، جبريل عليه السلام أمين الوحي، وهو الذي ينزل بالقرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو إذا نزل كل ليلة من ليالي رمضان لملاقاة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ولمدارسة القرآن، فبأمر الله ينزل، وبأمر الله يلقاه، وبأمر الله يدارسه القرآن ويعارضه. فالقضية إذن كلها أمر إلهي وتكليف رباني. فهذا الأمر يقودنا إلى تلمس وتأمل ما فيه من الحكم والمعاني. جبريل عليه السلام يعرض القرآن، يعني يقرأه والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع، ثم يقرأ نبينا صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام يسمع. هذا معنى فيدارسه القرآن. إن المدارسة على وزن المفاعلة تدل على المشاركة من طرفين، فكل منهما كان يدرس القرآن على صاحبه. والمدارسة التي جاءت هنا في اللفظ تدل على استعمال الدرس من الطرفين، وسمي الدرس درساً لكثرة معاودته واستعماله وتكراره، كما يفعل المدرس والمعلم مع طلابه، يشرح المسألة ويعيدها ويكررها حتى يتم الفهم عنه، ويفعل الطالب كذلك والتلميذ في ضبط ما تعلم ودرس وحفظ وكتب، يكرر ذلك كله حتى يثبت عنده وحتى يرسخ له فهمه. فالمدارسة إذن تدل على تفاعل من طرفين، وعلى استمرار وكثرة وتكرار ومعاودة لا تقف عند حد. الآن إذا كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل، وجبريل عليه السلام يعرضه عليه، ويتدارسان القرآن، أي عظمة في هذا اللقاء؟ يلتقي العظيمان على كتاب الله العظيم. ما الذي أوجدناه في حياتنا؟ وما الذي استطاع أحدنا إلى اليوم أن يفعله في رمضان مع القرآن ليبلغ به هذه المنزلة من العظمة، ليعيش هو عظيماً في حياته، عظيماً في يومه وليلته، عظيماً في شهره هذا رمضان؟ القرآن يا كرام
هو مصدر العظمة لنا أمة الإسلام، مصدر الرفعة وعظمة الشأن لنا أمة القرآن، حبان الله تعالى بهذا الكتاب العظيم، وبقدر أخذنا منه نأخذ من ذلك الشأن عظمة وسؤددا وعزا ورفعة في الدنيا والآخرة، وبقدر ما نبتعد عنه أو نزهد فيه عياذا بالله أو ينقص حظ أحدنا منه يخسر والله من ذلك المجد والعظمة والسؤدد والخير والبركة التي أودع الله عز وجل في كتابه الكريم. قال: فيدارسه القرآن. المدارسة هنا، وقد أفاض فيها العلماء كثيرا في بيان معناها وحقيقتها، فإن المدارسة تشمل مراتب، أولها القراءة والعرض، فتقرأ على من تدارس وهو يسمع منك، ثم هو يقرأ عليك وأنت تسمع منه. هنا مرتبة من مراتب المدارسة: القراءة، وإقامة لفظ الآية، وتصحيح حرفها، ومعرفة نطقها على وجه صحيح كما أنزل الله عز وجل على نبينا صلى الله عليه وسلم. ثم فوق ذلك مرتبة أخرى هي التكرار لهذه المدارسة على نحو يعيش فيه العبد معنى ما يقرأ من الآية والسورة، إحضار القلب في هذا السياق وتأمل معاني الآيات وتقليب النظر فيما أودع الله فيها، فيعيش معانيها ويتأمل حكمها ويستنبط أحكامها، ثم يعيشها هنا غاية المتعة التي هي ربيع القلوب حقيقة، لما يقول صلى الله عليه وسلم في دعائه: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. وصف القرآن بربيع القلب في هذا السياق يدل على ما في هذا الوصف، وهو لفظ الربيع من كل معاني الأنس وانشراح الصدر. أتدري ما في الربيع الذي هو خضرة وأزهار وأنهار ومياه جارية وأمطار وغيث منهمر ونسمة عليلة وفاكهة لذيذة؟ هو الربيع الذي تفرح به النفوس، كم تغنى به الشعراء، وكم تمدح فيه العرب وأثنوا على ما تعيشه القلوب في الربيع من الفرح والأنس، أن يقول عليه الصلاة والسلام: اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلبي. يشعرك أنه يجد في القرآن من معاني الانشراح والأنس وتفتح فؤاده عليه الصلاة والسلام على ما في القلب من معاني آياته وحكمه وأسراره، هي غاية المتعة واللذة والأنس والسرور. أخبرني حقا، أوجدت هذا الشعور كلما جلست مع مصحفك وأقبلت على القرآن لتقرأ وردك؟ أشعرت أنك في جلسة هي أشبه بجلسة الربيع على ضفاف نهر تحت مطر منهمر ونسمة عليلة، وأصف ما تكون ساعات الروح تألقا وفرحة وإشراقا؟ أو غبت عن زوجتك وأهل بيتك دقائق أو سويعات، خلوت فيها في المسجد أو في حجرة في دارك مع القرآن لتقرأ فيه وتقلب النظر، فإذا أقبلت وسئلت أين كنت، أتجرؤ أن تقول: كنت مع ربيع قلبي، أجلس معه، أعيش معانيه، أتلذذ بما فيه من المتعة والأنس والسرور؟ مدارسة القرآن يا أمة القرآن هي في كل أنحاء العام وأيامه تحقق هذا المعنى البديع، هذا السر العجيب، إحياء القلوب، فإن القرآن روح كما وصفه الله عز وجل. لكنه في رمضان يكون آكد، لما بين القرآن ورمضان من الارتباط والعلاقة الوثيقة والسر العظيم الذي تبدى لنا في ثلاثة أشياء: أولها أن شهر رمضان هو الشهر الذي أنزل الله فيه القرآن، كما هو في صريح قوله سبحانه وتعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وكما في قوله سبحانه وتعالى: والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. فإذا كانت آية البقرة قررت نزول القرآن في رمضان على وجه العموم، فإن آية الدخان حددت ليلة منه ووصفتها بالمباركة، لتجيء سورة القدر بالإفصاح عن تلك الليلة العظيمة من هذا الشهر على وجه الخصوص:
إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر. فنزول القرآن كان في رمضان، والمقصود بهذا النزول هو النزول الكلي الإجمالي الذي نزل فيه القرآن جملة من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا، كما قال حبر الأمة ابن عباس رضي الله عنهما. ثم لما أنزل جملة نزل بعد متفرقا على مدى 23 سنة، سني بعثته ودعوته صلى الله عليه وسلم، نزل مفرقا منجما على الحوادث والوقائع بحسب ما يقتضيه الحال ويأذن الله به من إنزال القرآن. فهذا النزول للقرآن المرتبط بشهر رمضان جعل له علاقة وثيقة. فهذا أول الوجوه الثلاثة التي يتبين بها ارتباط القرآن برمضان على وجه الخصوص أمة الإسلام. أما الوجه الثاني فهو الهدي النبوي الذي صدرنا به المجلس، وشأن نبينا الكريم صلى الله عليه وسلم في الحفاوة، في العناية، في شدة الاهتمام والإقبال على القرآن في رمضان، أن يجعل له في كل ليلة من ليالي رمضان موعداً مع جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن، أن ينقطع عن الدنيا وشواغلها، أن يترك الأعباء والهموم والمشاغل ليفرغ للقاء العظيم جبريل عليه السلام فيدارسه القرآن. فهذا وجه ثاني يبين لنا تأكيد ارتباط القرآن برمضان على وجه الخصوص دون سائر أيام العام، وإن كانت كل أيام العام محلاً للاشتغال بكتاب الله. الوجه الثالث الذي يؤكد ارتباط القرآن برمضان، فارتباط القرآن وهو عبادة بتلاوته وتدبره وتأمله والتفقه فيه والتخلق بأخلاقه والعمل بأحكامه عبادات وليست عبادة، ترتبط بعبادة أخرى ارتبطت برمضان هي عبادة الصيام. فانظر كيف جعل الله الصيام وظيفة النهار في رمضان والقرآن وظيفة الليل في رمضان، ثم رتب الشارع على كل منهما أجراً بإزاء الآخر. من صام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه، من قام رمضان إيماناً واحتساباً غفر له ما تقدم من ذنبه. فأضحى الصيام في النهار برمضان بوابة للغفران، والقيام بالقرآن في ليالي رمضان بوابة للغفران، ليدخل المؤمن من بوابة الغفران في رمضان نهاراً شاء أو ليلاً. فارتبط القرآن برمضان واكتنف هو والصيام بوابات الغفران في رمضان، بل ارتبط الصيام بالقرآن على نحو أبعد. في الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم: الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام: أي رب، منعته الطعام والشراب بالنهار فشفعني فيه. ويقول القرآن: أي ربي، منعته النوم بالليل فشفعني فيه. قال: فيشفعان. فارتباط الصيام بالقرآن وارتباط كل منهما برمضان يعطي دلالة وثيقة على ما لهذا الشهر المبارك، شهركم أيها الصائمون، من الحفاوة والارتباط والصلة الوثيقة والعلاقة الممتدة مع القرآن في رمضان. هذه الوجوه الثلاثة تجعل لأحدنا مع القرآن في رمضان عودة أشد احتفاء بالقرآن، هي دعوة يا كرام لأن ننشئ علاقة وثيقة وصحبة ممتدة مع القرآن في رمضان، لا لأن نهجره ونبتعد عنه بعد رمضان، بل لتكون نقطة انطلاق ومحطة نتزود فيها ومسارا ينشئ أحدنا فيه علاقة وثيقة مع القرآن يصلح أن يعيش عليها مدى العام. فإذا أقبل رمضان مرة ثانية وثالثة جدد العهد بهذه العلاقة الوثيقة. الآن أيها الصائمون، وقد علمتم ما بين رمضان والقرآن، وقد علمتم شأن القرآن في حياة المصطفى صلى الله عليه وسلم في رمضان، وهذه الليلة السادسة التي نقبل عليها من شهرنا هذا العام، أخبروني ما الذي صنعه الواحد منا حتى الليلة مع القرآن، وما الذي أوجده في حياته إلى الآن في هذا اليوم من الحفاوة بالقرآن ومزيد العناية بالقرآن ومدارسة القرآن وتعاهد القرآن
إننا أمام باب عظيم كريم من فضل الله وعطائه، ومن تأمل وجد أن القرآن قد أودع فيه من الأوصاف والمناقب والخيرات ما يعجز عن حصره مثل هذا المجلس، فإن القرآن جاء بأبدع وصف في كتاب الله في كلام الله. وصف الله القرآن بأنه روح، فهل نعيش بلا أرواح أمة الإسلام؟ يقول الله سبحانه: وكذلك أوحينا إليك روحاً من أمرنا. القرآن روح لنا أمة الإسلام، لا عيش لنا بسواه ولا حياة لنا من غيره. نحن بالقرآن نحيا أمة الإسلام، وتدب فينا الحياة بمعناها الحقيقي بأخذنا للقرآن. ولهذا فمهما اقترب أحدنا من القرآن وعاش عليه وصحبه في حياته وجد الحياة الحقيقية التي يسعد بها في الدنيا والتي يرتقي بها في الآخرة. وبقدر بعده أو غفلته أو هجرانه أو ابتعاده عن القرآن سيخسر والله من هذا المعنى الحقيقي، بل هو إلى الموت أقرب. أما قال عليه الصلاة والسلام: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل الحي والميت. لم يكن إذن وصفا مجازيا، كان حقيقة أن الحياة الحقيقية هي التي نعيشها في كنف ذكر الله، والقرآن أجل مراتب ذكرنا لله عز وجل. قراءتنا للقرآن شرف، وعنايتنا بالقرآن ذخر وذكر كما قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك. وقد صح عن ابن عباس رضي الله عنهما وغيره من الصحب الكرام ومن المفسرين في سلف الأمة أن معنى ذكر لك ولقومك يعني شرف وعز ومجد لك ولقومك. أخذنا بالقرآن شرف، وتمسكنا به نجاة، واشتغالنا به أجر كله وخيرات وحسنات وبركات. لست هاهنا بصدد الحديث عن الأجور التي أعدها الله عز وجل لأمة الإسلام إذا أقبلت على القرآن، لكننا والله سنقول بملء الأفواه: هذه مائدة القرآن يا أمة القرآن ممتدة، وهذا شهر القرآن قد أظلنا يا أمة القرآن. فلا والله ما خيب الله عبدا أقبل على القرآن فأخذ منه، ولا أقبل أحد على مائدة القرآن إلا ربح وظفر وكان فائزا، ولن يقوم أحد عن مائدة القرآن إلا وقد أخذ من حظ دنياه وأخراه القليل أو الكثير. أخذنا للقرآن واشتغالنا به فإنما نكتنز به الخير والرحمة والنور والهدى والشفاء والموعظة وسائر ما وصف الله به القرآن في القرآن. القرآن عجيب، ومن وجوه العجب فيه أنه يهدي النفوس الحائرة ويدل القلوب الضالة على هدى الله، ويفتح أبواباً قد أغلقت، ويكسر أقفالاً طالما أوصدت على أبواب القلوب. هذا كلام الله، فلا عجب. والله يقول في بيان عظيم أثر القرآن: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعاً متصدعاً من خشية الله. فما ظنك بقلب بشر قطعة من لحم تسكن وراء الضلوع؟ يقول الله عن القرآن: ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كلم به الموتى. والجواب: أي لكان هذا القرآن أن يبلغ به الأثر تسيير الجبال الراسية وتقطيع الأرض الصلبة الثابتة وتكليم الأموات وإسماعهم وهم أموات، لكان القرآن حرياً بمثل هذا الأثر. فما بالك بعبد مسلم حي مقبل يحب الله ويحب القرآن ويحب نبيه صلى الله عليه وسلم، ألن يجد القرآن أثراً له في قلبه وحياته؟ بلى والله يا كرام، هذا كتاب الله منذ أن نزل، والله ما أغلق الله بابه دون أحد من خلقه منذ أن أنزل الله القرآن، ولا يزال باباً مشرعاً وطريقاً مفتوحاً ودرباً نافذاً يسلك فيه العباد للفوز ببركات القرآن والانتفاع بهدى القرآن. إنما الشأن في أنا وأنت عبد الله وفي كل مسلم ومسلمة، أين نحن من هذا الخير؟ وكم بيننا وبينه من المسافات؟ لا تحدثني عن هجران للقرآن أو انقطاع أو بعد أو غفلة عنه حصلت لنا أيام العام، حدثني الآن عن إقبال صادق على القرآن في شهر القرآن.
حدثني عن إقبال القلوب على القرآن وعن استمتاعها به في رمضان. يحدونا كلام الله عز وجل في أثناء الصلوات خلف الآئمة في المحاريب، وآيات الله تتلى في التراويح فتهتز لها المنائر، وتردد أصداء الوحي في فضاء أمة الإسلام، تمتلئ المساجد وهم يسمعون الآية تلو الآية والسورة عقب السورة، فيسمعون كلام الله كاملاً والقرآن من مفتتحه إلى خاتمته خلال ليالي أيام رمضان. وكثير منا يفتح الله له باب القراءة فيقبل على القراءة في رمضان للقرآن، فيستكثر ما شاء الله له، فيختم بعضهم في كل سبع، وبعضهم في كل عشر، وبعضهم في كل ثلاث، وبعضهم يجعل الله له مع القرآن في العشر الأواخر على وجه الخصوص شأناً آخر، فربما ختمه في كل يوم وليلة. وقد قال الحافظ ابن رجب رحمه الله وغيره من العلماء إن نهيه صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص ألا يقرأ القرآن في أقل من ثلاثة أيام إنما هو النهي لما كان على الدوام واستمرار الحال، فأما إذا غشيتنا الأيام الفاضلة والأزمنة المباركة كشهر رمضان فإن هذا النهي أو تلك الكراهة تزول وتكون بمنأى لخصوصية الزمان وشرفه واغتنام العمل الصالح فيه، خصوصا إذا ارتبط بهذا المعنى الكريم على الوجوه التي مر ذكرها آنفا. يا أمة القرآن، أما وقد تحدثنا عن عجيب شأن القرآن وعظيم أثره في قلوب العباد، وعظيم ما أودع الله تعالى فيه من المعاني والحكم والأسرار، فإنه حري بنا أن ننشئ علاقة مع القرآن في رمضان أرجو أن نتجاوز بها مجرد القراءة والسرد لآياته وسوره، رغم ما في ذلك من الأجر، فإن لك بكل حرف حسنة وبكل حسنة عشر أمثالها، وكرم الله متضاعف، وهذا شهر الجود والعطاء. وأن يقرأ أحدنا ما وسعه الوقت ليلاً ونهاراً فيتم الجزء بعد الجزء والسورة عقب السورة، وربما ختم مرة وأنشأ ثانية وثالثة، وبعض الصالحين يقبل على القرآن فيختمه في رمضان مرات ومرات ما شاء الله له أن يختم، رغم ما في ذلك من الأجر والحسنات والثواب المرتبط بكل حرف من القرآن، إلا أن لنا مطمعاً في مزيد فضل وحيازة خير من بركات القرآن تتجاوز القراءة المجردة، وتتجاوز هذا السرد المتتابع إلى تأمل ما في تلك الكلمات والآيات من المعاني، وتأمل ما فيها من الحكم، والاستمتاع بما فيها من المواعظ. القرآن شفاء القلوب والصدور كما وصف الله، هو موعظة كما وصف الله، هو نور وهدى ورحمة كما وصف الله عز وجل، لكن المعاني تلك النور والهدى والرحمة والذكرى والشفاء والموعظة إنما تتحقق إذا أخذناها على هذا القصد، فإنما الأعمال بالنيات، وإنما يعيش العبد معنى الآية إذا تلذذ بها وإذا تقلب في معانيها. هنا ستفهم معي أيضاً لما قضى نبينا صلى الله عليه وسلم ذات ليلة مع آية واحدة فقط من كتاب الله رددها حتى أصبح صلى الله عليه وسلم: إن تعذبهم فإنهم عبادك، وإن تغفر لهم فإنك أنت العزيز الحكيم. عود القارئ للآية وقد فهمها وتأمل معناها فاهتز لها قلبه وانتفض لها فؤاده وخشعت لها جوارحه وطاب العيش معها، العود مرة أخرى إليها يزيدها متعة في القلب واستمتاعا بما فيها من المعنى، وكلما زاد في تدبره وتأمله ومعايشته لمعنى ما يقرأ زاد من فضل الله فيما يفتح له من المعاني ويكشف له أيضاً من الأسرار والحكم. هو كتاب الله يحتاج منا أن نقبل عليه لتفتح لنا أبوابه. أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها؟ الشأن ليس
في عجز القرآن أو إمكان تأثيره، الشأن في القلوب أن تفتح أو تغلق فتفيد من القرآن أو تحرم، أجارنا وأجاركم الله. هذا المعنى العظيم في تدبر القرآن مرة بعد مرة هو مرتبة نسعى إلى عيشنا فيها مع القرآن في شهر القرآن، ثم إذا زدنا مرتبة ثالثة أوجدنا من المعاني في القرآن التي ما زلنا لم نجد لها في حياتنا موقعاً، فينطلق أحدنا وقد تخلق بالقرآن وهذب أخلاقه بالقرآن وقوم عقيدته بالقرآن، وإذا به قد أوجد في حياته معان كانت غائبة وكان عودتها بطريقه مع القرآن في شهر القرآن. لطالما كان يجد قصوراً في عبادته ودعائه وإقباله على ربه، فوجد من الآيات ما تحثه على دعوة ربه واستمطار كرمه، فأنشأ لا يفتر عن الدعاء والسؤال والإلحاح على ربه. ربما كان في بعض نشأته قد أصابه شيء من القصور والخطأ في نواحي الاعتقاد هنا أو هناك، فلما أقبل على القرآن وإذا بها آيات صريحة تعيد المسلم إلى رشده وصوابه وتعيد إلى معتقده الصفاء والنقاء، فيغسل ما أقل قلبه بماء القرآن. وهكذا الشأن في الأخلاق والسلوك، في التعاملات، في كل باب من أبواب الحياة، إنما نعيش مع القرآن مرحلة ننشئ فيها حياة جديدة مع القرآن. وهذا شهره محل خير وبركة يجد فيها العبد متسعا لمزيد مع العيش مع القرآن في لذة واستمتاع وأنس وسرور. أيا أمة القرآن، شهرنا الذي يغشانا وقد مضى إلى اليوم سدسه وباقي خمسة أسداسه في الأثر ستمضي تباعا، والعاقل من أدرك أن الإقبال على كل منافذ الخير ومناجم الحسنات والبركات والهبات في رمضان حري بها أن يأخذ منها قدر طاقته ووسعه، لا يألو في ذلك جهدا ولا يفتر، حري به أن يدرك أن من أعظم أبواب الخيرات والبركات في رمضان هي الإقبال على القرآن. وكم تجد النفوس نشاطا وأنسا واسترواحا مع القرآن في رمضان أكثر من غيره، ربما لما تعيشه الأمة في مجملها من الإقبال على القرآن، وربما لما يتردد ويترنم في المحاريب والمآذن من تلاوات الأئمة للقرآن، فتعيش النفوس متعة في القرآن مع القرآن وتنشط به في رمضان. هي فرصة لأن يكون عيشنا مع القرآن أبهى، وأن يكون عودنا إلى القرآن أيضاً أعظم، وأن يكون ارتباطنا بالقرآن في رمضان على وجه أوثق. معشر الصائمين، ونحن نختم مجلسنا هذا، فإن الوصية في العناية بالقرآن تعود إلى الوجوه الآنفة الذكر من تلاوة وتدبر وتقريب في النظر والفكر وتخلق بما في القرآن وعمل بما أودع الله فيه من الحكم والأحكام. هي أيضا دعوة لأن يكون شأننا مع القرآن ممتدا مستمرا متتابعا، نعيش مع القرآن صحبة ليكون صاحبا لنا في أحوج ما نكون إليه. القرآن في القبر يصحب من صحبه في الحياة، والقرآن في الحشر يشفع أيضاً لمن صحبه في الحياة. هذا قول نبيكم صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعاً لأصحابه. فمن صحب القرآن في حياته، صحبه القرآن في مماته، صحبه في قبره، صحبه في حشره. فأحسنوا صحبة القرآن ليدوم لنا من القرآن صحبة نحن أحوج ما نكون إليها في قبورنا وفي حشرنا وفي نيل الشفاعة بالقرآن العظيم. أدركوا يا أمة القرآن أنه بقدر ما نعيش مع القرآن في شهر القرآن، فإنه حري بنا أن نكون بعد رمضان أيضاً أوثق صلة بكتاب ربنا. والله عز وجل مكرم من أقبل على كتابه ومن أخذ به ومن عاش معه ومن تدبره. اللهم فإنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تجعلنا من أهل القرآن الذين هم أهلك وخاصتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم علمنا من القرآن ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا.
اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك، نواصينا بيدك، ماض فينا حكمك، عدل فينا قضاؤك. نسألك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. اللهم اجعل القرآن العظيم لأبصارنا جلاء، ولقلوبنا ضياء، ولأسقامنا دواء، ولذنوبنا ممحصا، وعن النار مخلصا. اللهم اجعلنا ممن يقرأ القرآن فيرقى، ولا تجعلنا ممن يقرأه فيشقى. اللهم ألبسنا به الحلل، وأسكننا به الظلل، وأسبغ به علينا النعم، وادفع به عنا النقم، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إن الفضل فضلك، والخير خيرك، والعبد عبدك، ولا إله غيرك. فنسألك يا ربي بكرمك وجودك وفضلك وإحسانك أن تبارك لنا فيما بقي من شهرنا، وتجعله يا ربي عامرا بطاعتك وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إلهنا وخالقنا، اجعلنا ممن صام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه، واجعلنا يا إلهي ممن قام رمضان إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه، واكتبنا يا إلهي في من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، فغفرت له ما تقدم من ذنبه. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية، يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا والمسلمين جميعا بحفظك من شر الأشرار، ومن كيد الفجار، ومن شر طوارق الليل والنهار. أنت خير حافظا، وأنت أرحم الراحمين. اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، فأصلح لنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم يا رقيب يا حفيظ، احفظ علينا أمننا وإيماننا وسلامتنا وإسلامنا. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق إمامنا وولي أمرنا لكل خير وهدى وسداد ورشاد. اللهم أصلح له النية والبطانة والقول والعمل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا أحياء وميتين. اللهم ارفع درجاتهم في عليين، وكفر سيئاتهم، واجمعنا بهم وأزواجنا وذرياتنا في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ربنا لك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. عاجزون ربنا عن حمدك، طامعون في مزيد فضلك. الخير خيرك، والفضل فضلك، ولا إله غيرك. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.